sur 10. السياحة والسباحة والأنشطة البحرية ستكون ممكنة في الويكند ونهار الأحد. درجة الحرارة باش تكون بين 30 و 36 درجة في نهاية الأسبوع. طب حر ترجع البحر تبحيرة بعد يعاود يرجع يجبد الشورت ويرجع سي ماتران حضر لي ساكك الويكند هذا والله حاضرة هي حاضرة خاطر حاضرة خاطر أنا مشيت مرتين برك مرتين برك البحر مالا الثالثة ثابتة ماذا بيه الثالثة ثابتة عندك شنو علم الويكند هذا البحر ماذا بيه طبعا حتى نهزك انا وخالي اي باه يعطيكم الصحة الله 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 المرصد الوطني سلف 40% من قتل حوادث المرور سببها الدراجات النارية. وزير الفلاحة عجدين بالشيخ أزمة الحليب والماء في طريقهما إلى الحل. احنا نحسوا في رئاسة الحكومة بصراحة ما قاعدة تبذل في مجهود لحل المشاكل الكل. قاعد يتكلم على الأقل قاعد يقول ويكومنيكي ويعطيو ديدات وغير. وزارة الخارجية التونسية تتعهد ملف المؤثرة المحكومة في الجزائر. شكرا زاد لوزارة الخارجية وبالعلاقات وبكذا إن شاء الله الجزائر تفرج على بنتنا اللي حتى كان قالت كلام ولكن بانفعالات صاروا لها حكاية خايبة لتمثل الجزائريين وبنتنا نحبوها في تونس إن شاء الله قريبا وقريبا وقريبا. احتراق 30 طن من الشوكولا داخل مخزن تبريد في نابل. 30 طن من الشوكولا تتحرقوا داخل مخزن تبريد تحرقوا يعملوا واد واد نتاع الشوكولاته. كيفاش الشوكولاته تتحرق؟ كيفاش مخزن تبريد معناها الدنيا بارد داخل الكلاس معناها اي الشوكولاته مولي ماس في الفريجو كيفاش تحرق في الثلج؟ شتي في الثلج لا الشوكولاته كيفاش تتحرق اصلا معناها؟ اي طبعا وقت اذا تشعل اذا تشعل النار بكوب سيركوي ولا حاجه كيما هكاك باش تتحرق اي ماده تتحرق اي مو فريجو هو الفريجو تحرق بما فيه معنى ماس مالي نتاع ذو والله 80% من الاعتداءات على الاطفال في المستوى الوطني تصير في وين تصير الاعتداءات على الاطفال؟ سهله مطران في المدارس؟ لا لا في الفضاء الاسري في العائله في العائله في العائله يضربوا بدنين مواطن يرفض تسلم جثه رضيعته بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبه. علاش؟ خاطر قالوا له وليد وفي شهادة الوفاة خرجت بنية. رجعنا للحكاية ثم مشكلة دونك فتحوا تحقيق في الموضوع ثم إن مديرة التفقدية الصيدلية العديد من المكملات الغذائية تحتوي على مواد مسرطنة ثم تسيب في المكملات الغذائية. يظهر لي الناس كل تنجم تعمل مكملات غذائية وتنتجها بسهولة. ايوه يظهر لي الدولة إذا ما ترجع تراقب معناتها ولا مش اللي يجي يعمل مكملات ولا حتى كريمات ولا حتى فما نعم التسيب اللي يجي يعمل اللي يحب بصراحة. ثم تشري أون لين يا نوفل مش فاهم هذا مع بعد أون لين هذيك زاد على الإنترنت فهمتي ما يعرفش عليها كذا يشري العالم الكل يشري أون لين إيه ما كيف تشري حاجة ماكش فاهمها شنو هي الصيدليات نرجعوا لوصفة الطبيب ما ياخد دواء كان بالوصفة متاع الطبيب لا البراء معناتها دواء مكملات غذائية تنجم وحدك تنجم شنية مكملات غذائية فيتامينات حاجات حاجات اي مسرحة بها تطلع الشعر تهبط الشعر بالسوق ملا شيكيكة باش تجي تحطهم في الفارماسي سيكو الدولة في بالها وعملت مراقبة ودخلت هو وليد مثلا الجمعة الفايتة شري مكملات ترتب الشعر هاو تبارك الله في كاس شريت انا بديت نحاول الحق في كاس باش نرمى هكا هكا الرطوبة من الجذور من الجذور تبدا من القعر من اللوطه تبدا شوي من اللوطه فهمت وي طالع على الفوق وفي العالم ترامب يرفض اجراء مناظره ثانيه مع عريس قبل انتخابات رئاسيه